طقوس خاصة. الطقوس هيك تختلف على حسب الولايات. أدرار منطقة فلاحية ومشهورة بالطماطم. واه. علاش لماذا أدرار مشهورة بهذا النوع تحديدا من الخضروات يعني؟ هل التربة ولا الماء ولا؟ هذا رجع للتربة والتطور الحديث للزراعة اللي أصبح يستمر هناك. ويستعملوا وسائل حديثة. واه. في بعض الأحيان في مدينة أدرار للسادة المشاهدين لازم يعرفوا أنه إنتاج شو اسمه الطماطم، إنتاج الطماطم في بعض الأحيان يبقى مقدس، يعني ما يلقاش توين يبيعوه يعني. الآن اللي أحدث في هذه الأيام الأونة الأخيرة كان احتفال بعيد الطماطم. عيد الطماطم في أدرار. وعيد البصل ما عندكمش؟ ما لا. ولكن كاين البصل أيضا. إيه نعم يوجد الأصل. طيب سؤالنا مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من البرنامج، بلد في العالم قشور البصل يتباع أغلى من البصل. شيء أدرار؟ لا. كل عام وأنت بخير يا سليمان. أيوة. وأنت مع خاتم سليمان. تابع هذا البرنامج؟ تابعه طبعا. وأنت الشاهد الجزائري ما يتابعش، بل العالم العربي كله يتابع. شكرا لك يا سليمان، هذه شهادة نعتز بها في البرنامج. احنا في مدينة غردايه وأنت بهذا اللباس التقليدي المزابي يعني. نعم. هذا لباس المنطقة. طبعا. هل ما زال الشباب نتاعكم اللي هنا يحافظ على هذا التراث؟ والله خوفي في هذه يعني في زمن الفيسبوك، زمن العصرنه، زمن ما يسمى بالحداثه، يعني فيه بعض الشباب يعني كادوا يتخلوا. ولكن لا، انا نشوف شاب صغير كما هذا وراه لابس يعني الشاشيه المزر. بصح زمان ما كانش ما يلبس لك الشادي، ما يخرجش منها، او قال لك هذا قبيل كي نهبط انا كي نجي من غرداء، نجي من العاصمه ولا نجي من سطيف ولا من قسنطينه، نوصل في المدخل نلبس سروال كيما تاع الجين، نلحق ندوره، وانا عندي هذاك هو الحشمه تاعي، مستحيل مستحيل الف ولا ندخل على الثلاثه تاع للمرحومه يما، مستحيل تستقبلني بسروال هذاك. يعني انت في العاصمه، انت في العاصمه تلبس لباس عادي. والله اتمنى يعني اني يعني اعتز بهذا اللباس، لباس التراث هذا من التراث الجزائري كما قبيل. طيب. قال لك سميته سروال عرب. ايه. وهذا هو السؤال يعني اللي محيرنا كثير. ايه. بصح لان هذا اللباس الافرنجي الاوروبي الاوروبي هو اللي جعلنا نقولوا هذا لباس عربي، يعني نقولوا اسلامي. كان المفروض كما اللباس التركي العثماني القديم. طبعا هذا هو كما العثماني، لباس عرب عثماني. جدودنا اجتهدوا هذا لانه لباس اسلامي ساتر في اي مكان تقدر تصلي به، ولا ما تقدرش يعني تدخل في المساجد تلقى يصليك بالسيرفات تلقى، يعني سبا نورمال يعني. ماهوش معقول. مش معقول. شوف يا سليمان وانت معنا في برنامج خاتم سليمان، ان شاء الله يكون من نصيبك هذا الخاتم يا اخي اذا جبت اجابه صحيحه. سليمان. واش انت سليمان وتاخذ خاتم سليمان؟ لا. سليمان ابو الربيع هكذا. نعم معروف. من غردايه. بلد في العالم يباع فيه القشور، قشور البصل اغلى من البصل. اظن بلد في اوروبا. اوروبا طبعا. في اوروبا. نعم. في اوروبا هي سويسرا. سويسرا. في سويسرا. في سويسرا يباع قشور البصل أغلى من البصل، لكن السؤال لأهلك للخاتم وعلاش؟ لماذا؟ يعني لأنه يستعمل في الأعياد الدينية. في الأعياد الدينية؟ نعم، في العيد الديني يسمى عيد الفصح، عيد المسيح أعتقد. أيوة. يعني المادة الكيميائية هما يعني يستعملوا يخرجوا منه مادة كيميائية يغليوه مع البيض. أيوة. عشان هذه البيض يقدم في المأدبة الدينية. يعني عندها علاقة بالدين. يعني حتى لا يستعملوا يعني البرودوي الشيميك، يعني حاجة ناتورال. فيستعملوا قشور البصل. قضية عقيدة ودين هذه. نعطولوا الخاتم. مبروك عليك خاتم سليمان. سليمان مبروك عليك خاتم سليمان. تعليقا على إجابتك، في سويسرا يباع قشور البصل في المساحات التجارية الكبرى، في السوبر مارشي، في المحلات التجارية يباع لأن عنده علاقة بالأعياد الدينية في سويسرا. نعم. فهم يستعملونه في بعض الأحيان، تدخل المساحة التجارية تلقى القشور تاع البصل يتباع في أكياس ويباع بأثمان كبيرة، فلذلك السويسري يخبي القشور تاع البصل. لما تجي المواسم الدينية خصوصا عيد الفصح كما قلت، في الأعياد الدينية يستعملونه بدلا من الأصباغ الكيميائية، يستعملوه على قشور البيض حتى لا يستعملوا الأصباغ الكيميائية والمواد الكيميائية المستحدثة. طبعا سليمان مبروك عليك خاتم سليمان مرة أخرى، والكلمة الختامية ليك الآن. حبيت إضافة بسيطة، ما أنت سألت عن هذا السوق، أقول لك هذا السوق العريق.